استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى، بحضور معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق، وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة. وأعرب الحضور لسموه عن أصدق التعازي والمواساة في وفاة معالي الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مستشار سمو رئيس الوزراء للشؤون الصناعية والنفطية طيب الله ثراه، داعين المولى جلت قدرته أن يحفظ سموه ويرعاه ذخرا وعزا للوطن وشعبه. وخلال اللقاء أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الشكر والتقدير للحضور على مشاعرهم الطيبة، مستذكرا سموه بالتقدير والعرفان إسهامات الفقيد وبصماته في مسيرة البناء والنهضة التي تشهدها مملكة البحرين. ونوه صاحب سمو الملكي رئيس الوزراء بما يتميز به المجتمع البحريني من روح تماسك وتآلف في نطاق شعور العائلة الواحدة الذي يجمع بين كافة مكونات الشعب. وأكد سموه على ضرورة العمل الجماعي للحفاظ على أجواء المحبة والتعايش التي تتميز بها البحرين منذ الأزل، وقال سموه: نحن نعيش في عالم مضطرب، وانتشار الإرهاب تسبب في حالة توتر عامة في محيطه، لذا يجب اليقظة والحذر والتصدي بالقانون والحزم لكل من تسول له نفسه أن يعبث بأمن الوطن واستقراره، فالأمن هو الأساس، ولن نقبل بأن يهدد أي من كان أمن مواطنينا وسلامتهم.